للي يدور على أصغر الأجهزة الخاصة بكشف الذهب والكنوز والأحجار الكريمة والمياه الجوفية، مصنع جيوغراوند الألماني قدم لنا هذه السنة مجموعة من أدق وأصغر الأجهزة الخاصة بكشف عن الكنوز الذهبية والمياه الجوفية. بداية المصنع بدأ معانا مع جهاز الجولد ليجند بنظام استشعاري بعيد المدى يصل لغاية 3000 متر بالمسافة الأمامية و40 متر في باطن الأرض، خاص بالكشف فقط عن الكنوز والدفائن والذهب الخام والأحجار الكريمة. بعدها قرر المصنع إضافة نظام تصويري ثلاثي الأبعاد، فقام بإصدار الجهاز الأكثر طلباً في العالم لعام 2023، جهاز الجولد فيجن اللي معانا بنظام تصويري ثلاثي الأبعاد وخمس أنظمة أخرى بتقدم للمستخدم جميع المعلومات المهمة واللي يحتاجها عن الأهداف الموجودة في باطن الأرض، معلومات مثل شكل الهدف، الحجم، نوع الهدف وأيضا العمق بكل دقة. ومؤخرا قام المصنع بإصدار جهاز خاص فقط بالكشف عن المياه الجوفية والآبار الارتوازية لعمق استثنائي يصل لغاية 1200 متر في باطن الأرض، جهاز الووتر لاين اللي تم إصداره مؤخرا من مصنع جيوغراوند. خليكم معنا بهذا الفيديو بناخذ نبذة سريعة جدا عن هذه الأجهزة، تابعوا الفيديو للآخر وخليكم معنا. بداية نبدأ معاكم مع جهاز الجولد ليجند، خلينا نستعرض بعض الأنظمة الموجودة بالجهاز وطريقة العمل على هذه الأنظمة. طبعا في البداية معانا نظام الاستشعاري بعيد المدى اللي بإمكان المستخدم من خلال هذا النظام اختيار نوع الهدف المراد البحث عنه بكل دقة، بحيث الجهاز يلغي باقي أنواع المعادن مع عدم التسبب بإشارات خاطئة نهائيا. طبعا النظام يدعم جميع أنواع الأحجار الكريمة، كنوز الذهب، عروق الذهب وأيضا الذهب الخام وبعض أنواع المعادن الثمينة. بعد اختيار نوع المعدن يقوم المستخدم باختيار نوع التربة الموجودة في عملية البحث لنتائج أكثر دقة مع الجهاز. بعدها مباشرة نقوم باختيار المسافة الأمامية لغاية 3000 متر كحد أقصى بإمكان الجهاز الوصول إليها، وأيضا عمق كحد أقصى 40 متر في باطن الأرض. طبعا بعد اختيار جميع الإعدادات الخاصة بالمستخدم نضغط على زر بدء البحث لحتى الجهاز مباشرة ينتقل إلى شاشة البحث. ننتقل معاكم أيضا للأنظمة الأخرى في معانا نظام الوضع الحر، وين المستخدم بإمكانه اختيار التردد الخاص بالهدف المراد البحث عنه. نظام العمق الذكي الخاص بتحديد عمق الهدف بكل دقة، نظام الأيونيك أو الأيوني الخاص بكشف عن الهالات أو الحقول الأيونية في باطن الأرض، نظام البيونيك كنظام أخير موجود معانا بالجهاز أو ما يعرف بنظام الليزر. خليكم معانا ننتقل للجهاز الآخر. الجهاز الثاني اللي تكلمنا عليه في بداية الفيديو جهاز الجولد فيجن اللي تم إضافة النظام التصويري ثلاثي الأبعاد عليه. طبعا النظام التصويري موجود بنظام المسح 3D على الشاشة الرئيسية، طبعا أيضا بيتم استخدامه عن طريق تابلت خارجي مقدم مع الجهاز مجانا. من خلال هذا التابلت أو من خلال هذا التصوير ثلاثي الأبعاد بإمكاننا معرفة جميع الأهداف الموجودة عندنا، بالإضافة بضغطة زر واحدة بإمكاننا معرفة العمق الخاص بكل هدف موجود، بالإضافة أيضا لمعرفة الحجم الخاص بالهدف وشكل الفراغ والسرداب المؤدي للفراغ، طبعا مع الإبقاء على جميع الأنظمة الأخرى الموجودة في جهاز الجولد ليجند، نظام بعيد المدى الاستشعاري، نظام الوضع الحر، نظام تحديد العمق الذكي الخاص بتحديد عمق المعدن، النظام الأيوني ونظام البيونيك أو نظام الليزر. الجهاز الأخير اللي معانا لليوم جهاز الووتر لاين الخاص بكشف المياه الجوفية والآبار الارتوازية بنظام استشعاري بعيد المدى. في البداية طبعا بنقوم باختيار نوع المياه المراد البحث عنها، مياه عذبة، مياه طبيعية أو متوسطة الملوحة وأيضا مياه مالحة. بعدها بنقوم باختيار المسافة الأمامية المراد البحث فيها، طبعا الجهاز يصل لغاية 3000 متر في المسافة الأمامية. وبعدها أيضا وأخيرا بنقوم باختيار العمق المراد البحث فيه باستخدام الجهاز. العمق الأقصى للجهاز هو 1200 متر في باطن الأرض. بعدها مباشرة بنقوم الضغط على زر المسح لبدأ عملية البحث عن المياه الجوفية. طبعا الجدير بالذكر أن جميع هذه الأجهزة مقدم عليها ضمان مصنعي لمدة 5 سنوات من شركة جولدن ديتكتور. ومهم جدا طبعا ننوه عملائنا الكرام بالحصول على بطاقة الضمان الذهبي